المغرب كما هو معلوم يعيش أزمة نقص حاد من حيث الماء خلال هذه السنة، ولا يخفى على أحد التداعيات ديال هذه الأزمة. ونحن الآن نتواجد مع الأستاذ الخبير السي العربي الزقدوني، خريج المعهد العالي للزراعة والمعهد الحسن الثاني العالي للزراعة والبيطرة. أولا مرحبا بك السي العربي. شكرا شكرا على السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن، أن الجميع يقول بأنه لا يمكن أن نتكلم مع هذا الشح عن الجفاف، وإنما نقول فقط نقص في مياه الأمطار. كيف، ما هو رأيك في هذا الرأي؟ وهو والشح في المياه موجود، هذه معطى موضوعي نظرا، ولكن في هذه الوضعية الحالية ديال هذه السنة أنا بالنسبة لي وضعية خاصة لم نعيش مثلها من قبل، لأن شح المياه كاين شح الأمطار اللي الله طاح تقريبا ثلث ديال المعدل العادي من التساقطات المطرية العادية، وشح أيضا في المخزون ديال 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 البراجات ديال السدود اللي المعدل العام ديال الملء ديالها يلاه الثلث من الطاقة ديال الملء ديالها، هذا مستوى ضعيف جدا مقارنة مع الأوضاع ديال الجفاف السابقة. والشح الثالث في المياه فين كاين وهذا أخطر، هو ديال الفرشة المائية التي استنزفت طيلة 40 سنة الماضية، وبالخصوص في هذه العشر سنين الأخيرة. فبالتالي وضعية خاصة عندها واحد النوع من الخطورة على السيادة المائية ديال 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 البلاد. إذا انطلاقا من هذه المعطيات، في نظركم انتما إلى أي حد يمكن أن تشكل المبادرة الملكية الاستباقية في تخصيص 10 مليار ديال الدرهم لفائدة الفلاحين من أجل إنقاذ هذا الموسم؟ كما تطرقت لهذا الموضوع سابقا في واحد القناة التلفزية هذه يومين ولا ثلاث أيام، المبادرة طيبة بالخصوص هذه السرعة باش اتخذ القرار لمواجهة أثر ما سمي بنقص ديال التساقطات المطرية. يعني ملي تنشوفوا كاع البرامج اللي حركتها الدولة، من أنا اللي تنعقل من الجفاف ديال 1980 وديال 2000 وديال، يعني هذا يتميز بسرعة الرد. راه حنا يلاه في دابا التفاعل السريع، هذه زعما مميزه مهمه جدا. ما عيناش تا الافريل ولا ما يعاد قلنا راه الجفاف او نقص او شح في المياه ديال الامطار، وانما حنا في وسط العام فعلا رد الفعل مميز. بالطبع الميزانيه او التمويل ديال 10 ملايير في حد ذاته لا يستهان به، خاصة في الظروف الحالية ديال البلاد اللي عندها علاقة بالطبع مع الكوفيد 19 والإشكال ديال الوباء اللي هذه عامين هو هنا. ولكن ما نساوش بأنه واخا التمويل لا مهم، ولكن ما نساوش بأنه راه الغلاء الفاحش ديال المواد في السوق العالمية، لأنه الكثير من المسائل اللي نحتاجو خصنا نستوردوها، كاين الثمن وكاين واش موفر داك الشيء واش من سرعه باش غنتوصلوا بهذا. فبالتالي رد الفعل في هذا الوقت مزيان، الغلاف المالي لا يستهان به، ولكن زعما ما خصناش. ولكن ما يلاحظ هو ان هذا التوالي ديال الشحه وبين قوسين التوالي ديال هذا الجفاف الا يستدعي وقف التامل من اجل يعني مناقشه هذه الظاهره، لانها اصبح عندها بعد هيكلي، اصبح
عندها بعد يعني هيكلي، ما بقاش فقط ظرفي. كيف يمكن ان نخرج بتصورات لمواجهه هذه الظاهره؟ غير بالنسبه للطابع الهيكلي ديال شح المياه ديال المطريه، ماشي جديد. هذه مساله اللي تقالت وتكتبات، هذه عشرات السنين، ماشي عاد عيننا دابا عاد تنقولوا الجفاف او شح المياه معطى هيكلي. دابا غيولي هيكلي اكثر نظرا للتقلبات المناخيه. هو كان جفاف عنده طابع هيكلي قديم منذ زمن طويل في المغرب، ولكن دابا غادي يزيد التاثير ديالو يكبر نظرا للتقلبات المناخيه اللي دابا ما لا نقاش فيها، هي وارده كاين تنحسوا بها في جميع المجالات وجميع المظاهر الحياه البشريه. فبالتالي غير عندي واحد الملاحظه على البرنامج هذا ديال الاستعجالي، ربما شيء ما كنت طرقت لواحد الملاحظه الاولى اللي كنت قلتها، هو ما كانش تيبان لي في البرنامج نعطيو فرص الشغل للناس باش يكون عندهم رد دخل بسرعه باش يقدروا يواجهوا على الاقل المصاريف العائليه بالخصوص نظرا لغلاء. ودابا عاد وصلت المعلومات جديده حول البرنامج، الاحظ ايضا غياب تام لاي تدخل ولا اي عمليه تجاه المجال الغابوي، لانه في الاوضاع ديال الجفاف راه ديما الناس بالخصوص الكسابه وداك الشيء تيكون ضغط اكثر الموارد. مثلا البرنامج اللي درنا في 2000 اللي دار في 2000 ديال اللي واجهت اثر الجفاف، كانت فيه كان مكون خاص لعمليات من اجل المحافظه على الغطاء الغابوي. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية أتساءل على تخصيص 60% ديال الغلاف المالي لهذا البرنامج للقضية ديال المديونة والقرض الفلاحي وداك الشيء. أتساءل 60% 6 دالمليار على 10، نقدروا نتساءلوا وشنو هو العدد كاع ديال الزبناء ديال القرض الفلاحي؟ شحال شنو هي النسبة المئوية ديالهم في مقارنة مع 1,600,000 وحدة فلاحية اللي عندنا في المغرب؟ فبالتالي أتخوف، وأرجو أن نكون خاطئا، أتخوف من أن هذا المجهود الكبير ديال الدولة عاوتاني غادي يعطي موجه بالأساس اللي عندهم إمكانيات كبيرة. وهو ليس في علاش باش نمشي لك في هذا الشيء كامل باش نحاول نعطي بعض الجوانب او الاجوبه على السؤال ديالك ديال المعطى الهيكلي. مرتبط به هذا المعطى الهيكلي، مرتبط هذا الشيء اللي كتقول استاذ، هو هذه القضيه بانه يلاحظ بانه عامه ان الاشكال كاين في التدبير. ايه التدبير وفي الحكامه. فعلا. وهذا الشيء تلاحظ فعلا مستوى مثلا برنامج المغرب الاخضر. فعلا. وهذا الشيء تلاحظ على مستوى السدود، لانه مثلا كنلقاو بانه مثلا السدود يعني نسبه كبيره ديال المياه السقويه تتجه الى هذه الضيعات الكبرى اللي كما قلتي، في يعني وما كاينش هنالك واحد المساعده اكيده ومساعده مباشره للفلاحين الصغار، علما بان المغرب كان يراهن على تكوين واحد الطبقه ديال الفلاح المتوسط. الفلاح المتوسط اذا في نظرك ما كيدخل ما كتدخلش هذه القضيه ديال سوء التدبير والتخوف اللي قلتي دابا من سوء استعمال هذا البرنامج الاستعجالي الذي في هذا الاطار. نعم. هذا سؤال جوهري جدي كبير. نعم. وملي طرحتيه لي اثار الى ذهني واحد الملاحظه. نعم. اتساءل. نعم. هذا تساؤل، احنا نقاش من اجل المصلحه العامه، هذا هو الهدف. على ما تنشوف هذه ربما عام او عامين كان هناك برنامج جديد. نعم. ديال موجه الماء الصالح للشرب واستعمالات اخرى. غادي عاود غيبنيو براجات اخرين سدود اخرين، هو البرنامج ديال 2020 2027. ومؤخرا وزير المكلف بالماء سي نزار بركه اعلن على ميزانيه كبيره اللي تيتوخاو من خلالها بناء شي 120 الى عقلت
سد تلي. يعني الملاحظه اللي تيجيني لبالي على حسب القراءه ديالي لهذا الشيء، هو مازال المسؤولين وداو القرار غاديين في الاتجاه ديال تيحاولوا يشتغلوا على العرض ديال الماء لوفر. انا غير كومسا تساؤل بديهي، تساؤل بديهي، كي نقدروا نفهموا بانه الدوله باقا غاديه باغيه تستثمر اموال طائله في بناء سدود جديده، في نفس الوقت السدود المتواجده منذ سنين خاويه، ونظرا للتقلب هذا داخله في اللي قلتي ديال النجاعه ديال ديال ديال, ديال استعمال الموارد الماليه ديال الدوله. يعني انا تنسائل واش دابا تنتصوروا بانه المناخ المغرب غيولي احسن من قبل مستقبلا؟ لا اعتقد. فبالتالي زعما انا تيسائلني كيفاش البراجات ها هما كاينين خاويا وحنا باغيين نبنيو براجات اخرين. حتى الطريق نكمل لك في كل سنه ميزانيه الدوله تتبنى على فرضيتين اساسيتين. شنو هما؟ ثمن البرميل ديال البترول، لانه حنا بلد مستورد ماشي منتج، اذا تنحطوا تخمينات على الثمن اللي باش غيكون فيه في السنه المقبله بالنسبه للسنه المغطيه بالقانون المالي. الفرضيه الثانيه شنو هي؟ هذا واحد السؤال اخر الذي يستغربني شخصيا. شنو هي الفرضيه الثانيه؟ كل سنه هو الانتاج الوطني ديال الحبوب. نعم. تيقول لكش الانتاج الوطني ديال الحواميض ولا البواكير ولا ديال الدلاح ولا ديال مع شنو هو؟ الامن الغذائي. انا نقول لك علاش؟ دابا ها هو البناء ديال الميزانيه تتبنى على الانتاج الوطني للحبوب. نقدر نسالو كيفاش تنبنيو الميزانيه على هاد الفرضيه ديال الحبوب قطاع الحبوب؟ علاش؟ هذا تيعني بانه عنده اهميه قصوى في الاقتصاد الفلاحي. علاش؟ لانه عندنا تقريبا ما يقارب 9 مليون هكتار ديال الاراضي الصالحه للزراعه، وفيها على الاقل واحد 40 ولا 45% وربما كاع 50% ديال هذه المساحه كلها تغطى بالحبوب، والاغلبيه الساحقه ديال هذه الحبوب تتكون في المناطق البوريه. ملي تنقولوا مناطق بوريه يعني مناطق اللي الانتاج ديالها مرتبط بالاساس بالتساقطات المطريه، ياك؟ وكيف يعقل ان الميزانيه الدوله منذ سنين تنفكروها على هذا الاساس، وملي نشوفوا في السياسه الفلاحيه المتعبه شنو هي الاهميه اللي تعطى لهذا القطاع ديال الحبوب مقارنه مع مكونات اخرى ديال المنتوجات الفلاحيه؟ فبالتالي هنا تنطيحوا في القضيه ديال شكون هي الاغلبيه الساحقه ديال الفلاحين. علاش؟ لانه هاد الحبوب هم غالبيه الساحقه ديال المنتجين في المغرب. هذاك الشيء علاش ملي تيكون المنتوج ديال الحبوب مع الجفاف طاح تيكون تاثير كبير على الاقتصاد الوطني برمته. علاش؟ لانه الاغلبيه الساحقه ديال المزارعين المغاربه تيديروا تيتعاطوا الحبوب، وبالحبوب الاغلبيه الساحقه في البور. فكيفاش عندنا هذه المعطيات وما تنعطيوش الاهميه الضروريه لهذا القطاع، وتنمشيو في اتجاه ماشي انا ضد ديال السياسه ديال السقي، بالعكس المغرب كان سباقا وكان اختيار يعني في محله في السنه وفي السنوات اخر سنوات الستينات هذا، ولكن هذاك الشيء دار اولا ما كانش واحد العداله مجاليه بين المسقي والبور، وتا السقي اللي تتشجعوا الدوله متجه بنسبه مش كبيره ما تنقولش اغلبيه متجه المنتوجات للتصدير. وهذه المنتوجات كلها ما يمكنش ديرها الا ما عندكش الماء. وزيد على هذا مع السياسه ديال مخطط المغرب الاخضر شجعنا اكثر استنزاف المياه عبر تحفيزات لا. فبالتالي وحباده
لو كان الصادرات ديالنا تتمكننا باش لتغطيه الحاجيات ديال المواد الاساسيه. وحبذا لو ما كناش دابا عرضه ربما مستقبلا يمكن اكثر بين انت الامن الغذائي ديالنا ولا السياده الغذائيه ما نتحكموا، لانه انت تو ديبون، يعني انت مرتبط بالسوق الدولي لا في الصادرات ديالك، تقلبات السوق العالمي اللي ما عندكش عليها تحكم، ومرتبط بالسوق العالميه حتى في الصادر في الواردات ديالك الاساسيه اللي ضروريه للامن الغذائي. فبالتالي نظرا لهذا ما عرفتش انا كنسمي هذا التناقض. كيف يعقل بلد اللي الامن الغذائي بالاساس على مواد اساسيه منها الحبوب، ياك وهاد الحبوب الفلاحات يعطيوها النص ديال المساحه الصالحه للزراعه في المغرب، ولا الاغلبيه الساحقه في البور، يعني كيف والميزانيه ديال الدوله تتبنى على هذا الاساس وتنشوفوا الاختيارات غاديه في اتجاه اخر. لا وهذا يعني هنا كاين مشكل ديال سكون ابل بالفرنسيه لانكويرونس، عدم الانسجام، يعني لا اللي تلاحظه استاذ هو انه في نظركم دائما في اطار هذه القضيه ديال المساله ديال العداله المجاليه المجالي اللي تحتي، ومساله ديال الاختيارات فنختار السقي مزيان، ولكن السقي يستهلك لنا الفرشه المائيه ويستهلك المياه هذا، ولكن كيمشي في زراعات مستهلكه ومستنزفه للماء بحال الدلاح بحال هذا. دابا لافوكا هو الكارثه العظمى، لافوكاتي. اذا في نظركم انتم هذا اليس هذا هو يدخل في اطار سوء التدبير ديال الموارد المائيه؟ اللي هذا هو اللي قلت انا، بالنسبه لي ما تلقاش واحد التناسق بين 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 لا سيتياسيون اوبجيكتيف، وضعيه يعني الموضوعيه ديال الفلاحه المغربيه والتركيبه ديالها. شنو هي الفلاحه المغربيه؟ هي بالاساس فلاحه مرتكزه على الوحدات الاسريه لاغريكولتور فاميليار، لانه دابا معيشيه. ودابا تنقولوا حنا عندنا 9 مليون الهكتار، والماء ديال البلاد كامل غادي على 16% ديال المساحه الصالحه، 1,600,000 هكتار دابا اللي وصلنا. ولكن حباده ما كاين مشكل نستعملوا الماء ديال البلاد، حباده لو كان هذاك الشيء موجه لتامين السياده الغذائيه للبلاد. استاذ في هذا الاطار، انه نلاحظ بان مؤسسه معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره، يعني مؤسسة لها تاريخ ولها رصيد في تكوين أطر فلاحية وخبراء في الفلاحة، فما هي القيمة المضافة ديال هاد الخبراء بالنسبة للفلاحة، وخاصة الحاجة ديال الخبرة ديالهم في هاد الوضعية بالذات، الوضعية الظرفية بالذات التي يتميز بها المغرب في نقص المياه وتدبير المياه. وهي فعلا مؤسسة ذات ديع على الصعيد الوطني والعالمي منذ تأسيسها في أواسط الستينات. نعم. وكونت الآلاف من الخريجين في شتى المجالات المتعلقة سواء بالتنمية الفلاحية ولا التنمية القروية. نعم. تخرج من المعهد يعني ناس كبار، لو أن في البحث ولا في تسيير الادارات العموميه ولا موظف سامون في شتى المجالات ماشي غير في القطاع الفلاحي. متواجد العديد من خريجي المعهد في المؤسسه الدوليه على الصعيد العالمي، معترف عالميا بجوده التكوين الى اخره. ولكن هذا يعني ذاك تطور المؤسسه حتى هو كان مرتبط بهذاك التوجه ديال السياسه الفلاحيه خاصه في الستينات، منذ اواخر الستينات. لكن نلاحظ مع الاسف الشديد انه هناك خطوره كبيره على مستقبل هذه المؤسسه، بالخصوص منذ هذيك القضيه العمليه ديال ديبار فولونتير على روتريت. ما كانش هناك مجهود كافي باش نعوضوا هذوك الناس اللي مشاو في المغادره الطوعيه، وزيد على هذا الاعداد المتزايده الكبيره اللي وصلوا لسن التقاعد العادي.
ما خديناش في عين الاعتبار ضرورة غليف هذاك لا روليف عبر مناصب ديال مالية باش المؤسسة تحافظ على الصيرورة والديمومة ديالها. فبالتالي زيد عليه هذا الشيء كامل نوع من التهميش منذ واحد عشر سنين ولا 15 سنة بالفعل هناك تهميش ديال المؤسسة وكان عدة مؤشرات لا داعي ندخلوا في التفاصيل. زيد على هذا ما كاينش هي مؤسسة لا تستفيد من ميزانيات خاصة للبحث العلمي رغم أن قانون اللي جاء في سنة 2000 أعطى لهذه المؤسسة التعليم العالي الغير التابعة للجامعات أعطاها ثلاثة المهام التكوين والبحث والإسهام في إدماج الخريجين. عندنا ميزانية التكوين اللي حد الساعة المعهد منذ تأسيسه لم يحصل أبدا ولو على درهم واحد كميزانية مخولة بالبحث. فبالتالي هناك تقلص. شوف دابا عاوتاني هذه من المفارقات العجيبة في الوقت اللي الأعداد ديال الطلبة غادا وتتزاد والتخصصات غاديين وتتزادوا الأعداد ديال المؤطرين تتقلص ماشي غير المؤطرين الأساتذة حتى هذوك المساعدين التقنيين وسائل كل شيء غادي يتقلص. فبالتالي شنو هو دابا ملي قلت لك قبيله الخطورة على سيرورات ومستقبل هو جودة التكوين. كيف يمكن لك أن تتعهد تضمن واحد التكوين بجودة عالية كما كان عليه الأمر مع هذه المعطيات اللي تتفرض عليك إكراهات؟ إذن فبالتالي شنو وقع؟ مع مرور الزمن مثلا التدريب الميدانية غادية وتتقلص تتقلص في الأعداد ديال السليستاج والمدة ديالها. فبالتالي بينما الإكراهات الجديدة ماشي قاع القطاع الفلاحي في المغرب قاع الاقتصاد الوطني إكراهات جديدة وهذاك الإكراهات المستقبلية خاصة مع تقلبات المناخية تفريض في وجهة نظري الأولوية المطلقة لمن؟ راه كاين دول ما عندها والو كموارد ولكن راه في المقدمة الدول خذوا اليابان كوريا. إذن شكرا سي العربي شكرا على هذه التوضيحات المفيدة والقيمة ونتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار في التوجهات وفي السياسات العمومية. شكرا.